بعد استعادته السيطرة الكاملة على جبل بدر بحلب، جولة لكاميرا الإخبارية من مشارفه إلى داخل مساكن هنان المحررة. والله خلينا جيش. كاميرا الإخبارية ترصد بعض تفاصيل معاناة الأهالي من الإرهاب أثناء خروجهم من أحياء حلب الشرقية. توقيع اتفاق مبدئي حول عملية التسوية في مدينة التل بريف دمشق بهدف إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم إلى هذه الساعات الإخبارية. أفادت مصادر خاصة لمراسل الإخبارية في حلب بأن الجيش العربي السوري أحرز تقدما في حي الصخور شرق المدينة وضيق الخناق أكثر على الإرهابيين، ذلك بعد استعادته السيطرة الكاملة على جبل بدر بحلب. جولة لكاميرا الإخبارية ومراسلنا وليد هنايا من مشارف جبل بدر إلى داخل مساكن هنانو بعد السيطرة عليها. بداية جولتنا مشاهدي الإخبارية سوريا من النقاط المشرفة إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي ساعدتها قواتنا المسلحة. الجيش يسعى عبر عمليات مكثفة بالوصول إلى داخل الأحياء الشرقية عبر عدة محاور. هزيمة المسلحين في مساكن هنانو وضعتهم في مأزق حقيقي نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة، فهي عوضا عن ارتفاعها تشرف على حي الحيدرية المجاور وتضيق الخناق على المسلحين من جهة جبل البدر. وفي حال تابعت قوات الجيش العربي السوري، وها هو ما نشاهده، والحلفاء التقدم باتجاه حي الصخور من جهة مساكن هنانو، فالنتيجة ستكون تقسيم عاقل المسلحين شرق حلب إلى قسمين. الجيش متقدم باتجاه الصخور والشعار وامتدادا على طول الطريق طريق المطار باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة حلب. يتم الآن اقتحام حي طريق الباب ودوار الصخور والحلوانية باتجاه صار التقدم على اتجاه جبل بدر، وسيتم التكميل الى حي الشعار والهلواني. قدمنا باتجاه مساكن هنانو، حررناها كلها من الغرب، من الشرق الى الغرب. هلا متجهين باتجاه الشمال باتجاه العشوائيات على مدخل الصخور، وتم تامين المدنيين بشكل كامل. ها هو علم الجمهورية العربية السورية مرفوع في سماء مساكن هنانو، والعمليات العسكرية هي تسحق الإرهابيين باتجاه الأحياء الشرقية. نعم، هذا هو النصر المحقق من قبل بواسل ونمور الجيش العربي السوري. وليد هناي، الإخبارية السورية من مساكن هنانو شمالية الأحياء الشرقية. وفي حلب أيضا رصدت كاميرا الإخبارية في مشفراز بعض تفاصيل معاناة الأهالي الذين استشهد عدد من ذويهم وجرح آخرون في اعتداءات الإرهابيين أثناء خروجهم من أحياء حلب الشرقية. مشاهدينا مشاهدي الإخبارية السورية، نتواجد حاليا في مشفى الرازي الذي نقل إليه المصابين وأيضا الشهداء من أبناء أحياء حلب الشرقية والذين تعرضوا أثناء خروجهم وهروبهم من تلك الأحياء باتجاه نقاط الجيش العربي السوري لرشقات نارية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء في صفوف المدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال. بطبيعة الحال سنتوقف أكثر عن ما جرى من خلال اللقاءات التي سنجريها مع المدنيين المصابين القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة. كنا ببيوتنا، اجوا علينا دقوا الباب الارهابيه، قال لا تطلع من البيوت، خليناهم لا يروحوا، صار بدهم نهدوا البيوت فوقنا، طفشنا تلاقونا، ضربوا واحد هيك على اجري، غوسوه بالنار،
تخبينا بالحواس خليناه لا يروح وطفشنا. ضلينا نمشي الى طريق شحنة جار. مشينا عند معمل الازرق تلاقونا بجي ربع ساعه مشينا والغزايف فوقنا والضرب فوقنا ومشينا عشرين قوم. المهم لو وصلنا تلاقونا الله يوفقهم وخلصونا. يعني الحمد لله بدخل الجيش. انا هي كانت فرحتي بس. بخافونا ما بيصير تطلعوا عن النظام، بده يقتلوكم، بيقتلوا اولادكم، بياخذوا جوازكم، ما بيخلونا نطلع. هم اول امبارحه قال لا، اتفقنا اهل الحاره كلياتنا بدنا نطلع. وطلعتوا امبارح؟ طلعنا امبارح. شو صار وانتوا طالعين؟ قطعنا الاستياد قام ضربوا علينا الحر. قوصونا كلياتنا باجرينا. وابني بخاصرته وبمشفى الجامعه كمان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هيو يعني ذبحنا الجوع، ذبحنا كل شيء. يعني اذا احكي لك ما يعني حكي ما ابغى يطلع معي، ضايق واحكي لك الله. الله عليك الف عافيه ان شاء الله يا رب. مين امن خروجكم من هنيك؟ انهزمنا هزيمه رصاص ورانا مثل المطر. مين ضرب؟ مين كان عم يضرب؟ المسلحين صاروا يضربوا علينا. هذاك انصابوا؟ ايه هذول صوبوا ابو البنهارين. وفي جارنا كان بده يطلع كمان ضربوه وقتلوه كوموه بارضه. المسلحين؟ ايه. شو بتقول للجيش اليوم؟ لك بارك الله بالجيش، والله يخلينا الجيش. استهداف المدنيين الهاربين من الأحياء الواقعة شرق المدينة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ليس إلا دليلا ثابتا على أن هذه المجموعات كانت تتخذ من المدنيين دروعا بشرية. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. ميدانيا أيضا، سلاح الجو يدمر آليات وأوكارا لإرهابي داعش وجبهة النصرة في ريف حمص، ووحدة من الجيش تدمر أوكراني لإرهابي جبهة النصرة في مخيم النازحين بدرع. تجمعات التنظيمات التكفيرية تتهاوى تحت ضربات الجيش العربي السوري الذي يوسع من تقدمه بعد تكبيدها خسائر كبيرة على مختلف محاور تحركاتها. في ريف حمص الشمالي نفذ سلاح الجو طلعات مركزة على مواقع لتنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مقرين لهم وعدد من الآليات في تلبيسة والرستن وتير معلى وفي قرية رسم السبعة شرق المدينة. في ريف حماء الشمالي دمرت وحدات من القوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي مقر وآليات لإرهابي جيش الفتح، وذلك في ضربات مكثفة على خطوط إمدادهم في بلدات وقرى مورك وعطشان وسكيك وشمال معان وطبت الإمام والمزارع بين الزكاة وكفر زيتا، ما أسفر عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين. في ريف إدلب الجنوبي دمر الطيران الحربي آليات متنوعة للتنظيمات الإرهابية وأوقع العديد من أفرادها بين قتلى ومصابين في قرى وبلدات عابدين وكفر عين وكفر سجنة وخان شيخون والتمانعة إلى درعا جنوبا، حيث نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على أوكار الإرهابيين في محيط ساحة بصر الشام عند الطرف الشمالي لمخيم النازحين، ما أسفر عن تدمير مقرين وسقوط عدد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب. أفشل الجيش العربي السوري آخر محاولات الإرهابيين لتحقيق تقدم في محافظة القنيطرة في ما عرف بمعركة حمراء الجنوب. مراسل الإخبارية علي الأحمد والتفاصيل. حمراء الجنوب اسم أطلقه الإرهابيون على معركة انتهت قبل أن تبدأ، ورد حاسم قسم ظهر التنظيمات الإرهابية جعلهم يعترفون بالهزيمة.
التنظيمات الإرهابية المسلحة استخدمت التمهيد المدفعي العنيف بالراجمات والدبابات لما تتمكن من زحزحة عناصر الجيش العربي السوري من مناطق تثبيتهم ومرابطتهم. أيضا التلال المحيطة بمكان الهجوم كان لها الدور الأبرز في صد هذا الهجوم عبر استهداف تحركات وآليات التنظيمات الإرهابية المسلحة وقطع طرق إمدادهم. أيضا استمرت سيارات المؤازرة بالعبور إلى منطقة جبات الخشب وبيتجن عن طريق الحميدية قادمة من ريف درعا. كثف رمايته بشكل ضخم جدا المسلح، طبعا لأنه إسرائيل عم تدعمه بالسلاح وأردن عم تدعمه بالسلاح ودول الخليج عم تدعمه بالسلاح. كثف رمايته بشكل رهيب على السرية الرابعة ونقطة النقار اللي استرجعناها من 3 أيام 4 أيام. تم الحمد لله صد الهجوم العنيف العنيف بالقوات والعنيف بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، وتم الحمد لله صد الهجوم وتكبيد العدو وخسائر فادحة بالأرواح والعتاد. حمراء الجنوب كما أسمتها التنظيمات الإرهابية المسلحة ادعى من شارك فيها أنهم يريدون نصرة أقرانهم في حلب الذين ينهزمون أمام ضربات الجيش العربي السوري، إنما الغرض منها إعادة فتح طريق إمداد للتنظيمات الإرهابية المسلحة في بيتجن وإعادة فرض الحصار على قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك في ظل المصالحات الجارية في ريف دمشق الغربي التي ستؤثر عليهم كثيرا. لقناة الإخبارية السورية علي الأحمد، ريف القنيطرة. نقل موفد الإخبارية السورية عن مصادر في وفد المصالحة في مدينة التلبري في دمشق عن توقيع اتفاق مبدئي حول عملية التسوية بهدف إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مصادر في وفد المصالحة الذي يشرف على عملية التسوية والمصالحة في مدينة التل أفادتنا بأن يعني وقع الاتفاق المبدئي بين ممثلين عن الجيش العربي السوري والحكومة السورية ووفد المصالحة داخل مدينة التل. أمس تم توقيع الوفد، تمكنا من الاطلاع على بعض بنود هذه الاتفاقية التي تنص على إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة والمسلحين. سيتم انتقال المسلحين في مرحلة خلال الأسبوع القادم أو يعني الأسبوعين القادمين إلى مدينة إدلب. البند الثاني تسوية أوضاع كل من تورط بحمل السلاح أو بدعم المجموعات المسلحة داخل مدينة التل. البند الثالث هو معالجة موضوع المنشقين والمتخلفين عن الجيش. البند الرابع أيضا يعني تشكيل لجان شعبية بإشراف الجيش العربي السوري وعدد اللجان بحدود 200 شخص مسؤولة عن حفظ الأمن داخل المدينة خلال المرحلة القادمة. يعني البند الخامس أيضا هو دخول الجهات الرسمية للدولة مع نهاية خروج المسلحين وإنهاء كافة المظاهر المسلحة داخل المدينة. يعني الضغط الشعبي أولا وسلسلة التسويات التي فرضتها عمليات الجيش العربي السوري في مناطق ريف دمشق عموما هي من جعلت يعني مسلحي التل يرضخون لهذا الضغط الشعبي. آلاف المتظاهرين خرجوا على مدار يومين متواصلين رغم محاولات جبهة فتح الشام من تعطيل تلك المظاهرات التي خرج فيها يعني أهالي مدينة التل، إلا أن يعني تمكنوا أهالي مدينة التل من الضغط على مسلحي أكثر من 10 فصائل ورضوخهم في النهاية للخروج من المدينة وتجنيب المدينة يعني العمل العسكري في محيطها. هذه الساعة متواصلة معكم وفيها. قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قايتين تابعتين لقضاء تل عفر ونازحون يتحدثون عن معاناتهم. فصل قصير ونعود للمتابعة، ابقوا معنا.
قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قريتين تابعتين لقضاء تل عفر، ونازحون عراقيون من الموصل يتحدثون عن معاناتهم. وزير الحرب الإسرائيلي يتوعد بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ردا على مزاعم الحرائق المفتعلة من الفلسطينيين. القوة الصاروخية للجيش اليمني ولجان الشعبية تستهدف قاعدة اللمو العسكرية السعودية في عسير بصاروخ باليستي. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قريتين تابعتين لقضاء تل عفر غربي المحافظة ورفع العلم العراقي على مبانيها. من جانب آخر أفاد نازحون من مدينة الموصل أن تنظيم داعش أرغمهم على ترك منازلهم في المدينة بعدما هددهم بالقتل وتفجير بيوتهم. تقرير وعد محمد وقراءة ربى الحجلي. في إطار حربها المتواصلة على تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير قريتي العجبوري والفطسة التابعتين لقضاء تل عفر ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما. مصدر عراقي أكد أن القوات الأمنية تمكنت من قتل مجموعة كبيرة من إرهابيي داعش بعد الاشتباك معهم داخل القريتين. خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أكدت أن سلاح الجو التابع لطيران الجيش وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة تابعة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية لزوية. وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن الجيش العراقي تمكن من السيطرة على قرية جليوخان شرق نهر دجلة جنوب الموصل، فيما فجر طيران الجيش العراقي معملاً لتصنيع العبوات الناسفة وعجلة مفخخة لمسلحي التنظيم الإرهابي جنوب المدينة. وفي ظل استمرار المعارك الشرسة بين القوات العراقية المشتركة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستعادة المدينة من سيطرة التنظيم، يكشف الواقع عن معاناة كبيرة للاجئين التي وصلت أعدادهم إلى أكثر من 70,000 شخص هربوا من الموصل منذ أن بدأت القوات العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة المدينة في تشرين الأول الماضي. توعد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ردا على مزاعمه بأن 17 حادثة من إجمالي حوادث الحرائق 110 التي حدثت مؤخرا كانت مفتعلة. وقال ليبرمان خلال جولة في مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله إن ما أسماه الرد سيكون بتوسيع أعمال بناء في الضفة الغربية. وتطابقت هذه الدعوة مع تصريحات وزير التعليم نفتالي بينيت. من جهته دعا وزير ما يسمى الأمن الداخلي جلعاد أردان إلى هدم منازل الفلسطينيين بذريعة أنهم من مضرمي الحرائق. إلى ذلك تتفاقم معاناة الكيان الغاصب نتيجة الحرائق المستمرة منذ نحو أسبوع والتي كبدته خسائر جسيمة. تكبد الاحتلال الصهيوني خسائر كبيرة في المنشآت الحيوية بسبب استمرار الحرائق لليوم السادس على التوالي في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة عام 48 والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. صحيفة معارف الصهيونية قدرت الخسائر التي لحقت بوحدات الاستيطان جراء موجة الحرائق بمدينة حيفا لوحدها بأكثر من 131 مليون دولار، وأن قرابة 2800 دونم اندلعت فيها النيران بقضاء المدينة، فيما تم إجلاء أكثر من 60,000 مستوطن. في السياق نفسه ذكرت مواقع صحفية صهيونية أن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية أتت على 11,000 دونم من الغابات، أدت إلى إصابة أكثر من 350 مستوطنا بحالات اختناق، وأشارت إلى أن غابات ضواحي القدس كانت الأكثر خسارة حيث احترق منها 7,500 دونم، كما أتت النيران على نحو 2,700 دونم في المناطق الوسطى خلال الأيام القليلة الماضية.
وأدت الحرائق إلى إصابة 12 مستوطنا في مستوطنة معالي أدميم جراء حريق شب سكنية، وفي مستوطنة حلاميش غربية رام الله التهمت النيران نحو 40 شقة استيطانية، وتم إجلاء نحو 1300 مستوطن عن منازلهم. وفي مستوطنة نيفيتسوف أتت النيران على 40 شقة، فيما تم إجلاء 350 مستوطنا. استهدفت القوات الصاروخية للجيش اليمني ولجان الشعبية قاعدة اللمو العسكرية السعودية في عسير بصاروخ باليستي من نوع قاهر واحد. وأكد مصدر عسكري يمني أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، موضحا أن القاعدة التي تم استهدافها أنشئت مؤخرا بشكل سري للمساعدة في استمرار عمليات العدوان السعودي على اليمن. من جهة أخرى، قضت وحدات من الجيش اليمني ولجان الشعبية على 4 جنود سعوديين في منطقة المعزاب والسرداح في جيزان. ذلك الرد اليمني جاء بعد ساعات من ارتكاب النظام السعودي مجزرة جديدة في محافظة الحديدة. تقرير بشرى البوتي. طائرات النظام السعودي تستهدف مبنى نقابة الأطباء بمنطقة المحمول بمديرية المشنة وتخلف أضرارا كبيرة في المبنى الواقع في محافظة إب، تستهدف بغارة ثانية منطقة شبان بمديرية جبلة. مصدر أمني بالمحافظة أوضح أن طيران العدو شن 8 غارات على منطقة الجر بمديرية عبس مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا. القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ردت على العدوان السعودي عبر ضرب تجمع زوارق حربية تابعة لنظام الرياض قبالة مثلث العمري بمديرية ذباب جنوب غرب محافظة تعز بخمسة صواريخ كاتيوشا. إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية تحمل أسلحة متوسطة خلف تبة المحضار. وفي السياق السياسي، تصريحات جديدة أطلقها محمد عبد السلام كبير المفاوضين عن جماعة أنصار الله عندما قال إن اتفاق مسقط مع الولايات المتحدة بشأن وقف الحرب ما زال قائما بحسب ما أبلغ به من الطرف العماني، وأن هناك ربما محاولة من الطرف السعودي لإيجاد نوع من الالتفاف على هذا الاتفاق. وبشأن الهجوم على الحدود السعودية، قال المتحدث باسم أنصار الله إن الحرب على الحدود جاءت ردة فعل طبيعية للعدوان على اليمن، وتعهد بألا تكون هناك حدود آمنة لمملكة النظام الوهابي ما دام هناك عدوان على اليمن. كشفت التحقيقات المصرية أن المعتقلين في إطار قضية تشكيل خلية إرهابية في محافظة مرسي مطروح التحقوا بمعسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وسوريا. يحيى كوسا والتفاصيل. نجاحات مستمرة يحققها الجيش المصري الذي يشن حملات عسكرية متتالية ضد إرهابيي داعش في سيناء لوقف تمدد التنظيم وتوجيه ضربات استباقية للخلايا التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. بيان للداخلية المصرية أكد إلقاء القبض على 10 إرهابيين في السويس كانوا يقومون بالتحضير لعمليات تخريبية تستهدف بشكل خاص دور العبادة وضباط الجيش والشرطة والقضاة. وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه في إطار الضربات الاستباقية وإجهاض التحركات التنظيمية التي تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، فقد رصدت الأجهزة الأمنية وجود بؤرة تكفيرية بالسويس تتبنى الأفكار الهدامة وحتمية تنفيذ أعمال عدائية تجاه مؤسسات الدولة. ومن سيناء إلى السويس إلى مرسي مطروح، فقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن توقيف خلية مؤلفة من 20 إرهابيا، مشيرة إلى أن عددا من أفرادها الذين تدربوا في معسكرات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وسوريا شاركوا في جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا في ليبيا العام الماضي. يبدو أن تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في سيناء والمحافظات الأخرى منذ سقوط نظام محمد مرسي الإخواني سيأخذ شكلا تصاعديا في ضوء المعلومات عن تدهور كبير في العلاقات المصرية السعودية، ما يعني أن الرياض ستدفع بورقتها الإرهابية التي لا تملك سواها ضد الجيش المصري.
عصيان مدني في بعض المناطق في العاصمة طرابلس، والليبيون في مدينة الزاوية يحتجون على ارتفاع الأسعار وغياب السيولة وانعدام الخدمات الصحية. تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة لغرفة عمليات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت الليبية. العميد عبد الهادي داراه أكد أن قوات البنيان المرصوص تمكنت من قتل 14 إرهابيا من تنظيم داعش، وأن القوات أحرزت تقدما كبيرا في منطقة الجيزة البحرية وسيطرت على أكثر من 35 منزلا وعلى المنازل المطلة على عمارات 656، وجرى تمشيطها من الألغام، ولا يزال عدد من عناصر داعش يتحصنون في 100 منزل. المركز الإعلامي التابع لقوات البنيان المرصوص أشار إلى أن انتحارين من تنظيم داعش قاموا بتفجير نفسيهما أثناء الاشتباكات، أحدهما بحزام ناسف والآخر بواسطة قنابل يدوية. وأكد مصدر طبي مقتل 9 عناصر من قوات البنيان المرصوص وسقوط أكثر من 30 جريحا جراء تفجيرين نفذهما تنظيم داعش في سرت، مشيرا إلى أن التفجيرين وقعا بعدما قامت إحدى العناصر النسائية التابعة لتنظيم داعش بتفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة فجرها أحد عناصر التنظيم. وفي سياق التطورات الميدانية أيضا، هذه المرة في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 47 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس، اندلعت مواجهات مسلحة في منطقة الرزاقة بين ميليشيا الخضراوي وميليشيا الحنيش أسفرت عن مقتل عنصر من ميليشيا الأخير. فازت امرأة واحدة من المعارضة في وقت هيمنا نواب من الإخوان المسلمين والسلفيين على نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 مقعدا. ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت أمس، فاز متشددون ومقربون منهم ب 24 مقعدا وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات، ما أثار مخاوف من تعطيل سياسي جديد، فيما تراجع عدد نواب الأقليات إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق. بعده بعث الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة. الساعة بعد الفاصل. برعاية المهندس خميس، افتتاح جامعة المنارة أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية بمدينة اللاذقية. فصل قصير ونعود. طبعاً. للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. برعاية المهندس خميس، افتتاح جامعة المنارة أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية بمدينة اللاذقية. وزيرا الداخلية والإدارة المحلية ومحافظو حلب يتفقدون المدينة الصناعية بالشيخ نجار. فريق عمرها السوري يفوز بالمركز الثاني في البطولة العالمية للفئة المفتوحة بأولمبياد الروبوت بنيو دلهي.
تحية من جديد. برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، افتتحت في محافظة اللاذقية اليوم جامعة المنارة، أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية التي تشكل صرحا تعليميا جديدا ينضم إلى الجامعات السورية الأخرى في مسيرة العلم والمعرفة، وذلك خلال حفل أقيم بمقرها المؤقت في المشروع العاشر بمدينة اللاذقية. برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير التعليم العالي ومحافظي اللاذقية وطرطوس وعدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية، أعلن عن افتتاح جامعة المنارة في اللاذقية لتكون منارة جديدة من منارات الفكر الإنساني والإبداعي. صرح حضاري وعلمي كبير هي جامعة المنارة اليوم في فرع المؤقت في محافظة اللاذقية. الرد الواضح على هذه الحرب جنبا إلى جنب مع إنجازات قواتنا المسلحة هو بناء الإنسان وبناء الحضارة. هذه الجامعة المنارة التي تؤكد تحدي وأصرار شعبنا على التقدم وبناء الجيل في محاربة الإرهاب ومحاربة هؤلاء المرتزقة. لما بنحارب الإرهاب بنحارب بالشكل المقابل، انه نبني العقول ونبني الكوادر ونبني حقيقة رأس مال البشري يلي بده بكرة أيضا يدافع عن البلد. الجامعة وهي أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية افتتحت عدد من الكليات الهندسية والطبية والأدبية وفق أحدث المناهج التعليمية والنظرية والتطبيقية، وتستوعب أكثر من 1300 طالب وطالبة لمدة 3 سنوات، وتقدم أيضا منحا دراسية لأبناء وبنات الشهداء مع الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة. سيكون لجامعة المنارة دورا متميزا في إبراز العلاقة بين الجامعة والأوساط الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية والفكرية. نحن في جامعة تشرين نفتخر بأن جامعة المنارة وقعت أول اتفاقية بينها وبين جامعة تشرين للتعاون في المجالات العلمية والاجتماعية والبحثية. هذه الجامعة إن شاء الله ستكون صرح علمي في مسار التعليم الخاص. طلبة جامعة المنارة الذين شاركوا في افتتاح جامعتهم عبروا عن سعادتهم لما تقدمه هذه الجامعة من خدمات وبرامج تعليمية. نمط كتير جديد بالدراسة، أولا منهاج بالإنجليزي وتكنولوجيا بإعطاء المحاضرة، وبصراحة سهلت أكثر يعني عن الطالب. الافتتاح كان كتير حلو وكويس، والمنهاج والطريقة اللي عم تدرس فيها المناهج والمواد كتير كويسة وممتازة. يعني نشكر هالجامعة كتير وفرتنا، يعني بظل هالحرب انه وفرتنا كتير اشياء كنا ما متوقعين انه تتوفر. جامعة هون كتير حلوة، مأمنت لنا كل شيء بدنا اياه، كل شيء بيلزمنا وما في شيء ناقص، يعني كل شيء مأمنينه باساليب حديثة وطرق تعليمية مريحة وكويسة. ستبقى جامعاتنا السورية شعلة علم وامل متقدة ومنارة للجميع ومثالا حيا على المساهمة في بناء سوريا المستقبل يدا بيد مع الجيش العربي السوري، ليؤكد السوريون للعالم بأنهم باقون وصامدون ومستمرون في بناء العقل والدفاع عن الإنسان. ليس غريبا على وطن شامخ كسوريا أن يلفظ الإرهاب بالعلم، فرغم استمرار الحرب إلا أن هذه الأرض لا تمل إنجاب صروح العلم كما الياسمين، ففي سوريا يصنع النصر نورا وعلم. من اللاذقية مازن محمد، الأخبارية السورية. وزير الداخلية والإدارة المحلية ومحافظ حلب يتفقدون المدينة الصناعية بالشيخ نجار ويتابعون أوضاع العائلات الخارجة من أحياء حلب الشرقية. اللواء محمد الشعار وزير الداخلية، والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحافظ حلب حسين دياب تفقدوا واقع المدينة الصناعية بالشيخ نجار واطلعوا على حجم الدمار الكبير الذي ألحقته العصابات الإرهابية المسلحة بها، كما زاروا عددا من المنشآت الصناعية التي عاودت العمل والإنتاج، واستمعوا من أصحاب المنشآت إلى شرح حول ظروف عملهم والصعوبات التي يواجهونها ومقترحات تحسين بيئة العمل والإنتاج في المدينة الصناعية. وخلال اجتماع مع الصناعيين وإدارة المدينة الصناعية، أكد اللواء الشعار أن الوزارة تولي كل اهتمام لتعزيز الحالة الأمنية في المدينة الصناعية ومنع أي مظهر من مظاهر الخلل ومنع الجريمة وقمع التعدي على المنشآت الصناعية، وذلك من خلال جملة من التدابير الفورية الهادفة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة الصناعية.
نحن معنيون بكل إجراء، سواء كانت إجراءات اقتصادية، دعم اقتصادي أو دعم خدماتي أو دعم أمني. كل هذه الإجراءات ستجد تدعيم أكثر وأكثر. بحثنا كل إجراءات التي يمكن اتخاذها خلال اعتبارا من الآن، وبعض الإجراءات سيتم تنفيذها لاحقا ليتم إراحة كافة الصناعيين في المدينة الصناعية وعودة من لم يقلع حتى الآن بمعمله أو مصنعه، وتوفير كل الظروف والمناخات اللازمة لإقلاع هذه المدينة. من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن من أولويات عمل الحكومة هو ضمان إقلاع أكبر عدد من المنشآت الصناعية وتأمين مستلزماتها بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل. ولفت المهندس مخلوف إلى أن كل ما يلزم لتأهيل البنى التحتية وتوفير حوامل الطاقة هو محط اهتمام ومتابعة الحكومة. اليوم نشهد انتصار الوطن وانتصار جيش الوطن الجيش العربي السوري وانتصار أهل حلب على الإرهاب. اليوم محافظة حلب قامت بتأمين كل ما يلزم لتنفيذ استضافة كل أهالينا من المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيين. هذه الجولة الميدانية تؤكد على اهتمام الحكومة لإعادة هذه المدينة الصناعية مثل ما كانت داعما مهما للاقتصاد الوطني. فاز فريق عمرها السوري التابع للمدرسة الوطنية الخاصة بالمركز الثاني في البطولة العالمية للفئات المفتوحة بأولمبياد الروبوت العالمي الذي اختتم فعالياته اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي. ويقوم مشروع فريق عمرها الذي يضم كل من وليد عزت وفرح قادري وألمى الميداني على إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل، ويهدف إلى المساهمة في إعادة أعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا من خلال إعادة استخدام مواد بناء من إسمنت ومعادن. وشهد الأولمبياد منافسات كبيرة بين نحو 440 فريقا، تسعة منها من سوريا من أكثر من 55 بلدا. دعا رؤساء الدول والحكومات في اختتام قمة الفرنكفونية 16 في أنتانا نارييفو عاصمة مدغشقر اليوم إلى مزيد من تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب. وقالت ميشيل جان الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية إن الدول الفرنكفونية تدفع ثمنا باهظا في مواجهة تهديد الإرهاب، وأنه لا بد من تنسيق أكبر باستخدام الخبرات والاستخبارات وكل الوسائل المشتركة. رئيس حزب الشعب الجمهوري يدعو الأتراك للتوحد ضد نظام أردوغان، وآلة القمع الإخوانية تستهدف الصحفيين والأكاديميين مجددا، بينما يلوح رئيس النظام في أنقرة بتمديد حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى. يقرر أو حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مما أسماه موت الاشتراكيين بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط في فرنسا لاختيار مرشح الرئاسيات المرتقبة في نيسان 2017، حيث يتنافس في الاقتراع مرشحان هما فرانسوا فيون رئيس الوزراء الأسبق والنائب عن الدائرة الثانية بباريس، وألان جوبي رئيس الحكومة الأسبق وعمدة مدينة بوردو الحالي. تصدر فرانسوا فيو الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية بنحو 44%، بينما حل جوبي في المركز الثاني بنحو 28%. استطلاع للرأي لمعهد أيفوب للدراسات كشف أن فيون سيفوز ب 65% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية. ويمتلك فيون رؤية مختلفة عن فرانسوا أولاند وعن منافسه جوبي تجاه قضايا المنطقة العربية، فتعهد فيون في تصريحات سابقة بتصليح ما أفسده سابقوه في حال وصوله إلى سدة الحكم. كما يميل فيون إلى زيادة التعاون مع موسكو في العديد من القضايا الدولية، ومنها مكافحة الإرهاب الذي يدفع الشعب الفرنسي فاتورة دعم بلاده له.
ويسود اعتقاد الشارع الفرنسي بأن فوز فيون المحتمل هو تكرار لنسخة فوز دونالد ترامب، ما سيؤدي إلى ترتيب العلاقات الدولية على أسس أفضل. تذكيرا بالعناوين: بعد استعادته السيطرة الكاملة على جبل بدرو بحلب، جولة لكاميرا الإخبارية من مشارفه إلى داخل مساكن هنان المحررة. والله خلينا جيش. كاميرا الإخبارية ترصد بعض تفاصيل معاناة الأهالي من الإرهاب أثناء خروجهم من أحياء حلب الشرقية. توقيع اتفاق مبدئي حول عملية التسوية في مدينة التلبري في دمشق بهدف إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قريتين تابعتين لقضاء تل عفر، ونازحون عراقيون من الموصل يتحدثون عن معاناتهم. وزير الحرب الإسرائيلي يتوعد بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ردا على مزاعم الحرائق المفتعلة من الفلسطينيين. ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، كل الشكر لكم دائما أينما كنتم على طيب المتابعة. بأمان الله.